السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هتشوف موقع اسمه mnml.ai. الموقع ده هيغنيك عن مواقع كتيرة جدا وكلها بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال انت ممكن ترسم سكتش بالشكل دوت وهو يحول لك السكتش ده للشكل الجميل دوت. دي من ضمن الامكانيات اللي موجودة جواه. فانا شايف ان هو هيغنيك عن حاجات كتيرة اوي. ريديزاين بتديله تصميم معين وهو يديك اكتر من تصميم ويبدا يعمل لك ريندر باشكال مختلفه. ففي شويه امكانيات حلوه رائعه. في شغل اكستيريور وفي شغل انتيريور وفي شغل كانفا. ممكن يكون عندك صوره معينه فبدل ما تعمل ريندر تاني عشان تعديل، لا انت تحدد الحاجات اللي انت عايز تغيرها وهو يبدا ان هو يغيرها لك. فدي شويه امكانيات كويسه. في برضه شغل لاندسكيب، في كونسبت جنريتور. تمام. طيب خلينا بقى نشوف مفاجأة كده، ان مؤسس الموقع دوت هو الدكتور محمد عبد الشكور. هسيب لكم برضو الصفحة بتاعته على لينكدين عشان تتابعوا التطورات. ونبدأ ندخل في الموقع، اقول له مثلا اكسبلور، بيبدأ يقول لك ان انت ممكن تستخدم الاداة دي سكتش تو ايمج او اكستيريور اي اي او انتيريور اي اي او كانفا او لاندسكيب او فكرة اي اي كونسبت جنريتور. كل ده تقدر اي واحدة فيهم تبدأ ان انت تدوس عليها وتبدأ ان انت تستخدم الاداة. بس طبعا عشان تستخدم الاداة لازم تعمل لوج ان او تعمل ريجستر. كل اللي عليك ان انت ترفع الديزاين بتاعك وهو يبدأ ان هو يشتغل عليه. طيب خلينا، انا عندي 30 نقطة عشان لسه الحساب جديد. ممكن مثلا تقول له انتيريور اي اي، يقول لك ارفع الصورة وهو يبدأ ان هو يعدل عليها. طيب انا عندي هنا مودرن بيدروم وعندي شغل برضو بسيط. طيب خليني هنا، بيقول لك بقى الطيب اللي انت عايزه، عايز وركشوب ولا عايز تواليت ولا عايز كيتشن وكده. تقدر تختار اللي انت عايزه، الروم ستايل اللي انت عايزه، لو في برومت معين انت عايز تكتبه، عايز تضيف حاجة معينة للمكان، ستايل رياليستيك ولا سي جي اي ولا نايت ولا كلين ولا كل اللي انت عايزه. عايز تهتم بالرندر ولا تهتم بإعادة تصميم الريديزاين، فأقول له جنريت. انا اخترت بالانس بين الاتنين. فشايف غير لك التصميم دوت للتصميم دوت بالشكل ده. طيب دي فعلا جربناها اول تجربة وما شاء الله كويسة. ممكن حتى من غير ما نخرج ممكن نقول له طب احنا عايزين نشتغل في الاكستيريور، عايزين نشتغل على السكتش، عايزين كانفا، كل التولز اللي موجودة هنا، لاندسكيب زي ما انت عايز. وهبدأ ارفع الصورة، خلينا نقول له سكتش. ونعمل ابلود للايمج. دي مش الصوره، مش ليا السكتش ده، مش ليا. طيب انت بقى بتفكر في التصميم ايه، تبدا تشوف مثلا عايزها فيلا، عايزها كذا، مودرن فيلا، اكتب التكست اللي انت عايزه. تمام. عايز رندر ولا ريديزاين، هاني ستايل فيهم اللي انت عايزه، وتقول له جنريت. فكان في مشكله بسبب جوده الصوره، الصورة كانت صغيرة فرفعت صورة تانية. فتخيل دي الصورة اللي انا رفعتها اتحولت للشكل الجميل دوت، حاجة جميلة جدا. تمام. يعني السكتش ده اتحول لده. فانت ممكن اي سكتش ترسمه بالايد يبدأ ان هو يحوله لك لصورة بالحلاوة والجمال دوت. فزي ما انت شايف الموقع جربناه على اكتر من حاجة كويسة، وما شاء الله يعني نقدر نعتمد عليه في الشغل بتاعنا.